بعض الفضائيات الشيعية والتي هي مرتبطة بمرجعيات رسمية التي يتبادر إلى ذهن أنه هذه أفكار من جهلة. لا 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 أبدا، مرتبطة بمرجعيات رسمية قائمة هنا قم والنجف وغيرها. من تجد بأنه نفس هذا المنطق الذي هو منطق المتوحشين. أكو فد فكر داعشي شيعي، فكر داعشي شيعي، الدواعش يقولون اللي يمشون على طريقتنا من هاج المدري إيش هذا ويانا، وإلا ذبح وإلا نذبح هكذا نكفر ذبح. هؤلاء كفار، هؤلاء كذا، يسبون بناتنا ونسائنا وانتهى. دواعش، هؤلاء الدواعش الشيعة نفس الشيء. دواعش الشيعة شو يقولون؟ اللي يؤمن بفكرتي واللي أنا أقوله خوش رجال وزين، واللي ما يؤمن بفكرتي حتى لو مرجع، يعني أنا يعني واحد منكم جدا سخيف وجدا سفيه في كلماته وسب وشتم للمراجع والعلماء، هذا كله فكر خطير، فكر داعشي شيعي خطير. ولهذا في إيران عندما ثارت جدلية الحداثة وعبد الكريم سروش، وأصدر بعض العلماء فتاوى، بعض الفتاوى عندما قال سروش قال كلمته وعلى الشعب أن يقول كلمته، السيد الخامنائي الله يحفظه ماذا قال؟ قال دعوا التكفير وناقشوا الرجل. زمن مو زمن تكفير، دعوا هذه المسائل الكفرية وزمن الاستحلال وكذا، دعوا التكفير وناقشوا الرجل في طروحاته. وفعلا صارت الجرائد الإيرانية والمجلات الإيرانية مرتعا خصبا للأفكار المتبادلة. آلون بنده این کرسی آزاد را که رهبری خودتون یادتون هم شنیدید، رهبری چی میخواست تو حوزه قم؟ کرسی آزاد یعنی چیه؟ یعنی حرفای دیگران رو تکرار کنیم؟ اصلا معنای آزاد یعنی چی؟ یعنی اونایی که نگفتن شما بگید مورد چی بشه؟ بحث بشه، نقد بشه، قبول بشه، رد بشه، تئوری جدید مطرح بشه. اصلا غیر از این معنا داره؟ اگر معنای دیگری داره به من بگید آقا. خب آقا بینی ما بین قبل از 8 ساله 10 ساله نمیدونم آقا کیفیت بوده، الان شما اثری از کرسی آزاد تو حوزه پیدا میکنید یا روز به روز عقب داره میرن آقایون؟